هاي شنو هو الانجاز اللي عملته طبعا؟ والله شو انا اول مره في الزرب سطم شويه. اول مره بشتاي في حياتك به. هاي تحت على المباشر تحت. اي فهمني هذي معناها باش تتاكل ولا كيف؟ هذي هاد عظمه هذي فقصت ولا كيف؟ لوحه ماما الموت عمل لي بروموشن دبر الرازل انا مش هكا لما عود ولا اول مره قال لك مش طيب. اي كمل لنا الحكايه. اكيد اسمع سلطه شويه. باي برا اسرق كعبه طماطم عند امراه. شويه باغي سلطه لحظه. الله علاش شويه نتاع السيك او مسطاطم بنينه بالله عجبتك اي فاش في حدش فيها من قرف فلفل قرف طماطم زوز احنا ديد بنينه العجا صح الله عز كله صح صح عايش خويا شهيك باش تدوق وري ديدو كيفاه وري صحي امشي لواحد اخرى تمام حبيب ولدي قالوا انتم اليوم عملنا برشا حاجات العاب مسابقات مع الرحالة كما يقولوا قلوب الرجاله انتم جيت اليوم ومعايا اصدقاء الصغار باش احكوكم باش فما عندي 25 ستار في الحرس طوالة وبنتي حيالة يا بابا وبنتي حيالة طيب صلي على النبي والله لا تسلم وبنتي حيالة اقعد هنا وشنو هو قصدنا ذي؟ مولانا حكي يمشي فيه الغناء نعرف عندي الراديو بابا كم ولاد في مسرحية انتي بنت برشا جو هاي تنجم ترقد تو في بيك تو ساعتين اخسر وقت قديش شو هذه ساعة 53 دقيقة هاي يرقد هاي صباح على خير قصة ثلاث قصة أقف أقف ديدو قصة قص قص يو يو سيكي ميمي ميرسي ها يعطيها سيدي سيدي يمشي هو ياسر محفوظ عاقل ياهي طب خلي ارخي فراح جديد دور وين ميرسي جروب رحايا على اللمة المزينة هذيا ميرسي صبر غزواني حطاب كيكو نسكو يعطيكم الصحة برافو برافو كل عسلامة ميرسي غادي غادي كل عسلامة يعطيكم الصحة عينو الذئب نتاعها عطيها الذئب هاي يلبس 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 برافو لما مزيان اوكي يلبس مصعب 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 مصعب